كما في المديه كنحقنا المديه شادينا من اليدين من اليدين شادين ياسين وشاديني انا باش نروحوا معاهم للديار يضيفونا نباتوا عندهم بالسيف معيين فيهم فهموا فيهم باللي يودي قلنا اعطينا الكلمه المونير المونير اللي بتنا عنده في المديه ونفس الشيء مليانه مليانه ثاني صرنا كيما هون في كل مدينه رانا ندخلوا لها يضيفونا ويكرمونا ويحطونا فوق ريسانهم يعني بدون خيار ما عندكش خيار لازم تقبل وخونا ياسين هذا قبلنا العرض تاعه انا رايحين عنده ان شاء الله الله يجازيه الله يعمر داره الله يجازيه قلنا انا والوالد تاعي رانا نتبعوا فيكم ملي خرجتوا ملي خرجت قال لي ملي خرجت من داركم وحنا نتبعوا فيكم متمنين تفوت علينا هنا وقال لي خرجت نحوس عليك وعاود رجعت الواد فضى عاود رجعت للشلف وانا غير نحوس عليك في الطريق جزاه الله خيرا وموراه موراه بواحد شويه ثاني حبسنا واحد السيد قال لي راني في زمان نقال عليك تفوت من باش نضيفه قلت له يا ودي والله اعطينا الكلمه لهذا خونا ياسين والله لا اسعفك شغل حط راسه كيما قاعد يشوف اسمح لنا خويا والله الله يسمح لك بارك الله فيك ها ياسين بعد شاورت ياسين قلت له كي نديرو نباتو عنده قال لي الله يربح قال لي نباتو عنده الحمد لله على هذه النعمه هذه نعمه الجزائر بلد الضيافه والكرم والجود والخصال لحقنا الشلف مع المغرب سواسوا صاي الشمس راهي على وشك الغروب هنا رانا في الدخله تاع الشلف اليوم حبسوا لنا بزاف ناس بارك الله فيهم وهذوك الناس شغل ما بسببهم ما وصلناش الشلف بكري هي احنا كي قدرنا الوقت تاعنا حتى بالريح كنا دايرين حساب نخرجوا من الشلف واتسلي لكن الحساب الرباني سبق ايوا هذه هي والحمد لله وغدوه ان شاء الله نكملوا الطريق باتجاه بوقادير ودرهي وغليزان ان شاء الله وسط مدينه شلف ساحة التضامن صحيت خونا الله يحفظك شكرا مكاش منها نحبس الخويا صحيت
دروك عيط لي ياسين قال لي وراكم. ياسين اللي عطاني الرقم تاعه، اللي عطاني رقم الهاتف تاعه. هيا قلت له انا في وسط المدينه نصوروا، قلت لك نكملوا التصوير انا نعيط لك. السلام عليكم، ها اخونا ياسين عيطنا له، قلنا له رانا في البلاصه الفلانيه يجي عنا بالدراجه تاعه ورانا تابعينه. هو يسكن شويه جبد على وسط المدينه. ودرنا في وسط المدينه، حوسنا شويه انا وياسين، صورنا شويه. اميش معي صحيت صحيت خونا. صرا لي واحد المشكل في الدراجه، ماشي مشكل كبير، اللي هو الحامل تاع الهولدر اللي يلصق في الحامل الامتعه، الحامل هذيك اللي انا ندير فيه القرع الكبار. وحده من الزيب طاير تاعه، هو عنده ثلاثه تاع الاربطه، راني داير لهم الشومبرير، راني داير لهم التوب مقطع وملصقه تماك باش يجي غليظ، خاطر هذاك بلاصته في الشوكه الاماميه في الفرش، وانا دايره في البورتباجاج. تسمى تعديل موديفيكاسيون. هيا واحد من هذوك الاربطه طار، كي طار طارت كاع، خاطش زوج ما يقدوش يشدوا، داري هذا الى ثلاثه، وانا ملصق فيه القرعه والصباط. هيا عشينا في المفاتيح ولصق دروك لصقته غير بزوج، كي نوصلوا للدار تاع السيد نعاود نلصق الثالث هذاك، خاطش زوج ما يشدوهش، زوج جايين تحت باش يتوزع الشد، عملية الشد هذيك تتوزع مليح ويولي متين، لازم الفوقاني تاني. وسط المدينة تشلف، عجبني والله ما شاء الله، مش عندهم العقبة والطلعة، ماشي مسطح. صحيت خونا الله يحفظك بارك الله فيك. ها خونا انا رايحين عنده، الله يجازيك. صحيت خونا بارك الله فيك. هنا هذا ما تسمع، روح نعشوك روح تبات، مئات العروض جزاهم الله خيرا بارك الله فيك. وكما قال رجل البريه تاع القسيم، ماش عارف وين يسكن في السعوديه بالضبط، رجل البريه. صحيت صحيت شكرا بارك الله فيك. صحيت رجل البريه تاع السعوديه، ايش قال؟ مقولته المشهوره، سعيدين بقدومنا هم، سعيدين بقدومنا هم. وانا دائما نردد هذه الجمله بزاف، سعيدين بقدومنا هم. هو من المفروض يقول سعيدين بقدومهم او سعداء بقدومهم. او ستي اللي حكيت لي عليه ياسر، ستي ولا سيتي ولا السلام عليكم وصباح الخير. البارح كرمنا السياسي اللي بتنا عنده، تهلا فينا الله يجازيه. كل دقيقة قلنا شنو نجيب لكم، شنو تحتاجوا؟ وصباح قهوينا كالعادة، وخرجنا من شلف وحاكمين طريق غيليزان، فتنا على واتسلي ودروك ندخلوا بوقادير وزيدنا نخرجوا منها ونوصلوا غليزان ان شاء الله. بالك الهدف تاع اليوم غليزان، نديروا حساب الناس اللي شدونا. انا في غليزان نحكم طريق نكمل يلل حتى الباريكو، باريكو نحكم طريق حاسين بوحني فيها سفيزف، حتى نعاود نخرج في بلعباس للمنطقه اللي انطلقت منها. وياسين راه يحاول يروح معسكر في غليزان، يروح معسكر طريق البرج. ورانا غير نتشاورو ونتفاهموا على الطريق اللي نديروه باش نبقوا مع بعض اكبر وقت ممكن، و الى ما تفاهمناش انا نكمل طريق باريكو وسي ياسين في غليزان يحكم طريق معسكر.
شوارع بوقادير تلاقينا واحد الانسان رجل فاضل انسان زين مخير سموه الحاج محمد منا من بوقادير. ما بغيناش نروحو نتقهوا حنا وياه بصح اصر قاعد غير يدعو فينا هكا القهوه ايا رحنا نتقهوا تما دوبلينا تقاوينا هنا في واحد المحطه جايه قبل بوقادير ودينا عليه رقم الهاتف واقترع علينا صح ادخل هذا بس واقترع علينا واحد الطريق مليحه بالمقارنه مع طريق البرج غادي من غليزان نطلعوا مباشره طريق تاع واد الابطال فرطاسه ما ندخلوش فرطاسه نخلو فرطاسه منا على اليسار ونحكموا طريق اليمين حتى لتغنيف تغنيف معسكر بعد من معسكر نكملوا مع بعض نحن في ياس في زف بالعباس في بالعباس صاحبي يروح لسعيدة وانا بالعباس تكتمل الرحلة تاعي ان شاء الله من تماك ندخل الجهة تاعت موشنت حمام بوحجر العمرية وهرم صحيح لحافظك يا حسرة شعل بيني وبين بوقادر سنوات عين بعدي السلام عليكم احنا نخرجوا من تراب ولاية سلف وندخلوا ولاية جديدة اللي هي ولاية غليزان شكرا ناس سلف بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كاع اللي تلاقيناه وكاع اللي عرضنا وكاع اللي سهل علينا الطريق وكاع اللي عاوننا شكرا ومرحبا بنا في ولاية جديدة اللي هي ولاية غليزان الريح مانيش عارف لك تسمع فيا رانا مع الغربي وادرهي وتبدو من بعيد راهي بعد المصنع هذاك لقينا واحد السيد في الطريق قالنا باش ما نقبلكمش نديكم للدار وكاع على الاقل تفطروا معايا في كاش مطعم هنا في وادري وقالنا راني في وادري ونقارع فيكم هيا قلنا له ما كاش مشكله بارك الله فيك كي نلحقوا الوادري قالنا اعطوني تماك في الطريق كبيره هذه كاع كبيرات ودروك باقي على وادري وحوالي 3 كيلو او 4 هيا ورانا مع الطريق بلدية وادرهيو ترحب بنا انا وياسين صحيت السلام عليكم رانا خارجين من وادرهيو جماعة هنا فطرونا بارك الله فيهم الله يجازيهم الله يسلمك هنا وتلاقي تاني صاحبي رشيد رشيد مصران صاحبي هذا خدمنا زميل العمل منذ سنوات يا حسرة عوام طويلة ما تلاقيتهش اليوم تلاقيته هو عرفني راه يتبع فيا رو واليوم المكتوب تلاقينا سبحان الله الدنيا كسيرة وراه ياسين صاحبي راه فرحان ورانا فرحانين كاع والرحلة مستمرة رايح لغليزان ان شاء الله صحيح خونا راني غير نعاود لكم فيها رايحين لغليزان رايحين لغليزان ساحة محمد خميسي بجديوية جديوية غليزان غليزان على بالكم فيها واحد بلايص
مشهورين، اماكن مشهورين كما وادي هيو، جديويه، الرحويه، هادو الاماكن المشهورين. كاين بزاف ولايات فيها اماكن مشهورين، يعني مناطق هكا دوائر كبيره ومدن معروفه وقديمه، كما مسيله عندها بوسعاده، كما ام بواقي عندها عين بيضاء، كما النعامه عندها مشريه وعين صفراء. اهلا سعيد، الله يحفظك. عندك مازونة 29، وعندها مازونة، نسيت قال مازونة، صح مازونة هي الأصل. مازونة مدينة تاريخية صار لها كيما مليانو، بصح ما يشترقنا ما غاديش تفوتوا عليها. وها راه صاحبي ياسين سعيد بدراجته. ياسين صار لها كيما الشيخ محمد وصحابه، سعيد كشغل. اهلا، هنا في المنطقة هذه ما تشوف غير جنانة الزيتون من قبل وادي الهيو حتى الجديوية وروح. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله الله، مزارع الزيتون من نقول حتى المعسكر تلسيق، تقع احيانا الزيتون واحيانا البرتقال. ما شاء الله تبارك الله. هنا هذه المنطقة هذه معسكر وغيليزان معروفين بالزيتون، ثاني البرتقال والأشجار المثمرة، كما في محمدية البرتقال وفي سيق الزيتون، لا سيما سيق هي أول منتج للزيتون هنا في الغرب الجزائري أو بلا كاع في الجزائر كاع كيما درت. وعندهم حتى زيتون خاص بمنطقة سيك معروف في نضغيتهم. اهلا، فايتين تمشوا مع الطريق الشابة هذه، أشجار الزيتون على جوانب الطريق، تنشوفوا طوابل كيما هكا في الطريق، طاولات حجرة فيهم كراسة وخادمين لهم هذه الأرضية. ياسين عجبته البلاصه هذه واصر، قال لي هنا الريحه. لا حول، ما تقوليش اني عكسها ياك، انت قلت لي هذه البلاصه اللي يخلي واه هذيك الاولى هذيك. اي حبسنا انا نتنفسوا شويه نشربوا شويه تاع ماء عطش، كلينا دجاج ماكش عطشان. هذه ماكله محمد، اه ماكله غلبتني والله غلبتني. اي مالك كل دواء تاعك؟ لا لا اسمع، نتقل على روحي فهمتيني، الماكلة يحتموا عليك تاكل. ما بغيتش نتقل على روحي انا، انا قادر ناكل شان نص دجاجة خليتها كاع، قادر ناكل بصح ما بغيتش نتقل باش ما يصراليش كيما البارح. اه البارح خلصت، البارح خلصت انا، البارح خلصت. الجماعة راهم يعرضوا علينا الماكلة وكشغل نحشموا ناكلوا بزاف. كون ما تاكلش بالك هو مش عارف يستنوى يحسب ما عجبتكش الماكلة. السلام عليكم، احنا رانا في مدينة الحمادنة، والحمادنة باش معروفة، معروفة بعمي الحبيب، حبيب سليمان، الرحالة الحبيب سليمان، رحالة مخضرم شيخ. هيا غادي نحوسوا عليه هناك كش ما نتلاقوه، نشوفوه نسلموا عليه ونكملوا الطريق. سليمان ثاني عنده رحالات، راح للصحراء، راح دار رحلة الساحل بالدراجة تاعه. هاي من ندورو. السلام عليكم، جينا حتى لهنا انا وياسين. هاي الدار تاع عمي حبيب، معينا نعيطو ونحوسو. جوارين هنا سقسينا شويه جوارين، ما كاين اللي ما عندهاش الرقم تاعه، هو راه هنا بصح دروك وراه، لا راه في داره ولا راه برا مانيش عارف. هيا حنا درنا الواجب، جينا هنا باش نحاسوا عليه نسلموا عليه، تما دروك نكملوا طريقنا. ودروك هي 3 ونص وغيليزان مازالت بعيده واحد 30 29 28 هكا. روحوا ياسر. هيا العربي
حتى انت ما تحرجتش. لا لا احنا عندنا برنامج نمشيو لك بايت قبلنا نقعد. لا لا ولا مش بايت قبلنا اطلب لنا غير تسهيل هذا ما كطلب لنا غير تسهيل ولي ونهار كبير كشفناك الرحاله والله. لا كيف داير؟ لا باس راك مليح. لا لا وجهك خير عيب والله كاش نشاط كاش راه حالك داك العام ما جيت نبان تلاقاو صحابي بساكو دوي يعني فيه في جوه شويه منهم هاي غير تلاقاوك تسلو تسويتك قالوا لي تلاقينا انا شوف كفت النور في كان ما خمس ايام الرحلة هذه يجي فوجك حاجة ديرو طون بار اليوم. لا لا بغيت ربي وكاوي ماكش عندك كل الوسائل ودخلهم. لا لا ما ندخلش هذا لازم نروح والله لازم نروح لازم نروح. هذا الرحالة ياسين تغدى متشرفي بارك الله فيك ربي يحفظك. الرحالة ياسين تغدى والله ما جاي عليها محمد خويا معليش معليش يا وجهك خير. شوف تبعتك مش راح لك تحب لك نيسان خويا راه تبعتك ملي قلت الله يحفظك شوالا انا شوي جديد انا معقد ما عندي لا يوتيوب لا والو. قال انا 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 باش درت اليوتيوب يحصرك شحال من خطره ونشكرك على اللغه العربيه على شرحتك شرحت هذو لي الماتيريال تاعك تاع كل فاير كل فاير بوكس كل شيء والله تبع اقسم بالله وانا كنت داخل نحكي لك تفصيله وكما قلبتك انه الوحده الاولى وصلت التمثال وقيله ولا خرجت من الوحده عاود رجعت ايوه عاود رجعت صح شمخت وقال صح وصلتك صاحبك صح والله لا صح نحكي لك بالدليل وكان بالتلفزيون في الجالو باش عرفت تامن وضيفك تو طيبته ديك الاقسم الخبز هذاك اليابس اللي في الفلاصوص هذيك شوف راه جبد لي في سؤال هنا نسيم الحلقات والطرقان الواعرين اللي غلطت معاه شوف كاع الحلقات والله نتشرفوا بك نتشرفوا بك عندك الحمد لله والله العظيم نتشرفوا بك. لا لا وجهك خير شوف الدنيا ما فيها اليوم نهار كبير شفناك والله سينا غير دعوه الخير وتوفيق خير انا ما فكمل وشوف رانا مطولين هنا في شهرين وعشر ايام طولنا وشي باني راه غير تسكت عليه عبك بلي كون قعد هنا نزيد نضيع وقت طلب لي تسهيل طلب لي تسهيل نلحقوا بخير اليوم الهدف تاعنا غير ليزان وان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله نعاودوا نتلاقوا بلاك كاع نتلاقوا في رحله ولا نديروا تخييم مع بعض الحمد لله كشفناك بخير شوف سيدي حامي الحبيب الله يحفظك خونا والله تشرفنا بك تشرفنا بك اخويا عمي الحبيب مسكين قريب قلت له عمي الحبيب مسكين قريب ما بكى والله لا قاعد غير يهضر ويعاود وقعدوا عندي ومنا معايا كيدير معايا كيدير معانا قال الحلول عطاها منا قلنا له ودي لازم نلحقوا الغليزان قلنا باتوا عندي وانا الصباح نروح معكم غليزان والله معايا فينا مسكين الله يجازيه على كل حال الله يجازيه بارك الله فيه عمي الحبيب باين بلي انسان فاضل والله العظيم كيش هو ما بغاش يكثر علينا قالنا فوق هذه ما قدش نقول قلنا الله غالب لازم نكملوا تما كل بلاصه هكا تقى فيها احباب تقى فيها الناس تبغيهم تبات عندهم هكا الرحله تطول بزاف اصلا انا متاخرين شوي حبسنا هنا في البلاصه صلينا العصر من على غريزان حوالي 18 كيلومتر صحيح الله يحفظك صحيح خونا محمد الله يحفظك شكرا انا رانا في الدخله تاع غليزان راك تشوفوا لحقناها في هذا الوقت المتاخر قول لي انت حبوك وين لحقت اكيد انا وين لحقنا كاش مدينه بكري والله غالب الناس الزينين اللي حبسونا يدونا من وقتنا والله لا بالك في هذا التريك هذا التريك لنا فيها من حمادنا لهنا الا قلت لكم 20 واحد حبسنا راني نكذب فيت 20 واحد والله ياسين مسكين راح في الجره والله غبنت هنا ياسين مسكين راه كل 5 دقائق 10 دقائق يقارونا وقاع يعرضوا فينا على المبيت يعرضوا فينا على الحشا يعرضوا فينا على القهوه وكاين واحد السيد هو الاول اللي تلاقينا فيهم قاع سمو عبد الجبار من غليزان الله يجازيه
هيا انا نحكو كيما هكا. قلنا له احنا الهدف تاعنا اليوم هو غليزان، زعما كان ما بيت هنا في غليزان، ولا نخرجوا من غليزان واحد شويه هكا نشوفوا بلاصه نركضوا فيها، وغدا ان شاء الله نحكموا طريق فرطاسه نروحوا المعسكر. هيا قلنا مادام الهدف تاعكم غليزان تما تباتوا عندي. ها هي واصر وحشمنا، وهذيك القصه المعروفه هذيك اللي كل يوم نحكيها لكم. ادى علينا تليفون، دينا عليه تليفون وقلنا تجوا عندي تريحوا وغدا ان شاء الله تكملوا الطريق. والله العظيم الله المستعان، وصاي الله المستعان. لو هذه الرحله هذه اللي راني فيها لازم نختمها بالتخييم على الاقل ليلتين توالا، شوفوا كي ندير نهربوا نديروا اي طريقه. هنا مادام رانا في الطريق واطي رقم 4 ما غاديش نسلكوا، بصح كاين الحق جويه بالعباس من تماك ندخل في الطرق الريفيه هذوك تماك نديروا ليله التخييم ان شاء الله. ايوا على ربي هذه غير اللي جاناكم عاقلين الطريق هذه درناها العام اللي فات. كيجي جاي من منداس الزموره الرحويه قرطوبه ولحقت هنا وخرجت منها. ورن ما تقلقيش يا مات ان شاء الله نكونوا تم باش كيما الرحله تاع العام اللي فات منا رحت مباشره لورن يلل بريغو سيق عكاز. شفت ياسين بيسكلاتك شغل تلقى ما كان والو، كي شافني عباك شنو دار؟ دور راسه مليح خاش عليه كل بقى يشوف فيا ندير له اشاره باللي خليني نفوت هو ما يشوفش فيك، كي شغل تا غير موجود شو غير ما طحت. الله يهديهم وصاي الله يهديهم ويهدينا اجمعين. الدراج محقور ما عنده حتى حق هنا. السلام عليكم. سلام صحيت لحظتك صحيت شكرا. جولة في شوارع غليزان. ها؟ معليش دير بوز معليش. ها؟ هاي هو؟ هذا وين البشلقة اللي يسمح لي اني دايبرتي سبيطار. واه بصح علاه حقرني انا؟ هي صح الله يشفيها وكاع، بصح حقرني انا شغل مانيش موجود. الله يشفيها ويعافيها هذا ما نقولو. هذاك السيد اللي حقرني قبيلة وطيحني في الطريق عاود ولا انا وطلب منا السماح. اخويا الله يسامحه، حنا عباد ضعفاء حنا على ما نسامحوش، ربي يسامحه وصاي. الله يحفظ خونا صحيت بارك الله فيك. الله يسلمك خونا صحيت عندك روح روح ولا خليني. وهالرحالة ياسين سعيد بدراجته، مانيش عارف السر تاع السعادة هذي. راك سعيد ياك. الله يحفظك صحيت خونا الله يحفظك بارك الله فيك صحيت. الله يحفظكم خوتي والله لاباس بخير الحمد لله. ها ها الله يحفظكم بارك الله فيكم صحيتو. روح روح هذا هو الرومبون اللي نعيطوا للسيد فيه. السلام عليكم. اي اش تقولوا لنا؟ طلبوا لنا تسهيل اصاحبي طلبوا لنا تسهيل. الله يحفظكم بارك الله فيك. الله يحفظكم. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يحفظك والله بارك والله بارك الله فيك. الله يجازيكم خوتي كاع كيما درت هو بارك الله فيكم. تحياتنا لناس غليزان خوتي. الله يحفظكم تحيه انتوما. دير لي هيثم سعيد. هيثم تحيه انت هيثم. دير له دعيه دير له دير هاك دير هاك. الله يحفظك. تهلا دير لي هيثم يروح يدهمنا.
رفيده الله يحفظك الله يبارك فيك الله يفرحك بها ان شاء الله امين جماعه الله يحفظك لا منا صباح الخير صباح الدراج وين راح حالون هاو دراج اخر دراج رحال محلي خونا غبنا الريح بارك مولف الريح يبدا حتى 9 9 ونص 10 اليوم قيناهم بكره قبلنا ايوا يوم جديد انطلاقه جديده ورحله مستمره اليوم ان شاء الله معسكر تيغني في معسكر حكموا طريق واد الابطال فرطاسه بصح فرطاسه ما ندخلوهاش خلوها منا على جنب ونكملوا تيغنيف بعد تيغنيف معسكر بعد معسكر بحنيفية بوحنيفية ان شاء الله تعالى امبارح كرمنا السي عبد الجبار بتنا عنده طلع فينا حطنا فوق راسه جزاه الله خيرا وصبح قوينا واللي ما شاف البريك مباشرة تيرت ومن على اليمين سيدي محمد بن عودة هذه اللي انا رايح لها ومن غليزان وسط على اليسار كي تروح مباشرة تعاود ترجعك للشلف وكاع تاني طريق تيرت وحنا جينا من على ظهري باش ما نعاودوش نولو لوسط المدينة اليوم ان شاء الله غادي نفوتوا على السد هذا تاع سيدي محمد بن عوده نفوتوا على جبل المناور تاع معسكر وطريق ثاني خاليه مليحه طريق فرعي ما قلنا عليه هذا الطريق هذا قلنا عليه الاخر حاج محمد تاع بوقادير اللي تلاقينا البارح درنا قهوه معه الله يجزيه بارك الله ما مش عارف نحكي لكم عليه ولا اليوم راه صباح السوق هنا في غليزان شو الكوا من الموالاه البري تبن ونبغي السوق ها والله نبغي السوق نموت عليه السوق يفكرني غير مصطفى سوق كرمة سوق تاع بنفريحة تاع قديل ما كان السوق ما نروحو لاش انا مصطفى السوق تاع بن عمار روحنا شو هو شعورك في هذا الريح والعقبة ريح قوي في الصدر مباشرة هايو ومرتفعات مرتفعات بلا ريح لا باس ديروا هاك وهاك نطلعوا اما الريح في الصدر وطالع عقبه كارثة ربي معنا ربي معنا يا سيدي ما تكثرش حسابات ما تقوليش بنحبوا معسكر ونخرجوا منها صح والله لا صح والله لا على جال طلعات وعلى جال حاجة أخرى تاني وتمك طلعات كاينة كاينين بزاف هذه ناقصة شوية في الطلعات على طريق البرج حنا هذه خيرناها مي خلوي قالك ما فيها والو عليها جينا من المصارع والرياح والمرتفعات من أجل الوصول إلى معسكر هنا كاين تقاطع تشوفوا في اللافتات هنا شكاين
سيدي محمد بن عودة وهذ الأبطال. أنا رانا في منطقة منور من الرجال اللي طوعت فرنسا، منطقة ثورية منور. منور هذي ها ياسين المطمر غيزة. هذا هو السد تاع سيد محمد بن عودة. وها راهي سيد محمد بن عودة راهي تبان تحت بلدية أو هذاك الجبل اللي راه مقابلنا هو جبل منور. السلام عليكم. في هذا المكان نخرج من تراب ولاية غليزان وندخلوا تراب ولاية معسكر. مرحبا بنا في ولاية جديدة اللي هي ولاية معسكر. هي ورانا مع العقبة. معسكر مرحبا بنا عندك يا خويا يا خويا. اللوغو العابر للقارات عبر الولايات. لا بلدنا كبيرة عليها نقولوا القارة. قارة يا خويا يا خويا ما شاء الله. من جانب مش حابة هاك شرا لك اخويا ورا من اللوغو تاعك دهالك يا سينا دهالك. هيا خصك العقارة شيخ محمد ماشي غير بصحابه كاع الرحاله خصهم تلحقوا هنا هذه الجهه. هذه الجهه هذه الطريق الخلوي العقبه غادي طيبكم. هذه طريق تاع غليزان سيد محمد بن عوده سيدي عبد الجبار تيغنيف معسكر تخلي فرطاسه هاك. طريق خلوي فيها غير الجبال بصح مرتفعات والي ملقانا ريح. لحقنا هذا الدوار لقينا فيه واحد اللاري محطة حافلات محطة ركاب مش حافلات. هيا ريحنا فيها شوية مازال ما فطرناش ديك نشوفو بلاصة هاكا نريحو فيها نفطرو. هذاك شو الطريق فرعي الطريق الرئيسي هو اللي يروح لفرطاس ود الأبطال مسجد أبي بكرة. هيا طريق خلوي ما فيش حركة بزاف هاني الدور هذا ما فيش الحانوت. شوفوا الديار شعشة بيش الله يبارك ما شاء الله. ها راه ياسين صاحبي راه جاي راه جاي راه مورايا باش تنبع عليه. مشي انت مشي انت هو ياسين. ها راه ياسين راه مورايا. لهنا قالك لهنا خيمة الغناء. قال لك غريس ليطين في قويطين عايش في قيطون بصح سلطان لاخاطش هاني. Thank you.
انا خرجت على سيدي عبد الجبار واحد القريه جايه هنا تيغنيف ويا تيغنيف وما درتي فينا هذا وين بدات تبان تيغنيف ها هي ها هي شفتي هادو خاوتنا في الحق هادو كاع خاوتنا وحبابنا واخوة بالله ما بيناتنا حتى مصلحة بصح راهم يحرجوني يحشموني بزاف ياسين تاع مستغلين كيسموه ها نساه ياسين انا ثاني نسيت وصول ولاية معسكر وصول ولاية معسكر وصول الى مدينة معسكر في هذا الوقت المتأخر ها ياسين سببنا الله غالب على العام ياسين يأخر فين قلت لهم ياسين هو سببنا في التأخر شوارع معسكر عاود لحقنا خونا محمد تاع مستغاليم هذاك